ودلوقتي جمعنا مع نظام نقاط جديد في هذا البث المباشر الجميل. واول حاجه معانا مع بربولر، وجبت هذا الدبدوب. عامل ايه يا دبدوب؟ يلا بينا. كويس. يلا يا كلب، بص لقطني فين؟ مش شايف حاجة أنا. خلينا كده، خلينا كده. سوبر انجن يجي بعد التفاح ما يكتمل عشان ما اعرفش استخدمه. خلاص يا قال، خلاص يا حبيب، خلاص يا حبيب، خلاص يا حبيب، خلاص. هو مصمم احسن احسن احسن. تعال خد بقى، يلا واحد وقع. واحمد زهران وسع. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ قول لي انت اعمل ايه؟ يا سلام. كويس. تاني وتالت جنب بعض. امين اتضرب. حلو 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 حلو. يلا اجري بسرعه. تعالى يا امين، تعالى. حلوه زياد اللي انت ضربت امين. استنى. الله، كهربا كمان. يا سلام يا لد، يا سلام. دي لسه عمال ما تجيبني لسه شويه حلوين. ماشي، ممكن الف وازولها بس انا مش عايز اضيع وقت. كده كده معايا درع، مش مشكله. يلا امين، مع السلامه يا امين. يا سلام يا زياد، كمان اتضرب. حلو. انا مقلق من الواد ده. يا سلام، انت كنت فين يا دبدوب؟ كنت فين من زمان يا دبدوب؟ فاضل مين؟ اوهو، جيمر بعيد. هو عاد. كويس. تعالى جيمر، تعالى اضربه عبد الله. تعالى يلا. ها ماشي، حلو جدا. المركز الثاني، رغم ان انا ضربت عند الاختصار في اول لفه، بس الكهرباء جت وانا معايا درع، ففي حبه حظ الحمد لله. عاش يا جيمر على الاول، عاش. يلا بينا. شكرا.
قنابل ورا ولا قدام ولا بتعملوا ايه؟ كويس، برافو عليك. اللي انت رميت الصواريخ عشان اضربك براحتي كده، هيجيبك ده مشحون يا باشا. معلش، طالما معاك 10 تفاحات يبقى كده ايه، الصواريخ مشحونه فهتجيبك. وهو عمال يتضرب يا عيني. الكهرباء جايه ليه؟ مشحونه بس جايلي في وقت كويس. ماشي، شفت؟ عشان كده انا وقفت. برضو جاب عين. ايوه كده كده. عبد الله قدامي برضه. لا اله الا الله. حلو، هتروح فين؟ عبد الله قدامي برضه. ماشي، شكرا يا عموري. انا جايب الطريق ده عشان اخسر يا جدعان، انا ما كدبتش لما قلت انا جايبه عشان اخسر. اوه لا لا. طب ايه، احنا اللفه الرابعه. ماشي ماشي ماشي، اصبر على الكهرباء. يلا يلا يلا، سيب لي التفاحه عبد الله. ايوه شكرا. يلا، لا بردوجه بقى، بردوجه بقى. لا يا عموري حرام عليك. معاك ايه؟ معاك ايه؟ معاك ايه؟ معلش. الله، جيمر اهو. لا لا لا، بص بص بتجيبني فين؟ حرام حرام حرام. يا عبد الله انت لازم تدخل قبل، يعني لازم تدخل قبلي. لا لا حرام والله. كنت التالت. سرعة ايه؟ سرعة ايه ده؟ في واحد ورايا طاير كمان. البس الصندوق ده. يلا السابع. لا التامن، لا التامن، لا استنى عموري. اللي بيحصل ده كتير. يلا بينا. ماشي، طبقت اتنين من غير اي بيت الاول. بسم الله. اجري يا مجدي. مشكلة الشباب كلهم متألقين ما شاء الله، كلهم عاملين يعملوا تحديات زمنية وبيكسروا في ارقام وحاجات حلوة. خلونا نرجع للتحديات الزمنية والشقاوة تاني. ايه ده كله؟ السرعة ما راحتش كويس. لازم تيجي كهرباء. ماشي. اياد يا ولد، بقول من اللي قريب مني جدا ده طلع اياد.
كويس. لا 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 وأمين وراه يا ولد. كهرباء ازاي ما جابتهوش؟ لا حرام، المفروض تفرقع فيه، فرقع فيك يا ياد. ايه ده، راحت فين القنبلة؟ ماشي يا سلام. اول 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 بص بيعمل وشه كده يا عيني، مش مصدق اللي هو هيلعب في الماب المعفن ده. يلا بينا. هو اصلا دبدوب بيعيش في المناطق القطبيه، فانتوا جايبه في مكان صحراويه فبيموت يا عيني. عامل زي كده. يا عم ما انا بستنى تعدي يا جيمر. سمع صوت البردوجة قلت هيعدي دلوقتي، ياما البردوجة خلصت منه. لكن هيها تجيبه يجيبه احسن. ايه ده، ده جاف ازاي؟ ازاي جاف اياد؟ مصلحة واياد الاول كده كده، بس ازاي يعني؟ يعني ليه كده جيمر؟ ولا ولا رعب والله العظيم. تعال 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 تعال، كان اللي قدامي معاه درع وفقد سرعته، واللي وراه بيجري وراه ببردوجة. انا بيت الاول ازاي؟ بسرعة كهرباء. ليه 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 كل ده عشان بيت الاول؟ طب انا اسف. ولا ازيك يا عموري عامل ايه؟ حرام يا جدعان. لا 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 في لاج عندك يا امين. شكرا عبد الله، شكرا عبد الله. امين شكرا امين. يا كنت عايز صاروخ يا راجل. اوه عبد الله حلوة يا اياد احسن. كنت بضربك اياد بس انت ضربت امين. هو انتوا الاثنين اصلا في المركز الاول؟ يا ده الزجاج المفروض تتضربوا. ما تضربش بعد السرعة. لا
حرام يا اخي يا اخي حرام يا اخي. مش في اللفة الاخيرة كده، مش في اللفة الاخيرة كده. يا عبد الله ينفع كده؟ عبد الله كهربا معفنة كده تضيعنا او تضيعنا انا وامين، مضيع نفسه بنفس ذات نفسه. والله يعني القنبلة مش فاهم، انا يعني مش فاهم القنبلة بتعمل ايه. بس يلا الاخير حرام من الاول للاخير. يلا بينا. ماشي. السرعات دي ماشي يا عم. شوف طبقت اتنين بالسرعات. يا سلام يا امين. يا سلام يا دبدوب، جاب لي السرعه في الوقت المناسب. انا ضحكت على امين فما عرفتش اعمل تيربو، جات لي السرعه انقذتني الحمد لله. تيجي الكهرباء تضرني دلوقتي؟ مش عارفين، هنشوف هنشوف. مش عارف انا بعمل ايه بس هي ماشيه معايا حتى الان، يعني مش عارف العب خالص. لا بقى لا بقى، بسرعة عايز اشحن عايز اشحن. ايوه معلش يا عبد الله. انا اسف. لا لا كهربا لا بقى، كهربا لا بقى. بسرعة عبد الله هيوصل لي. حرام. يا نهار أبيض يا نهار أبيض. معديك بلفة. خلي بالك من الزجاجة بقى يا عبد الله. معاش 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 معاش. حلو. يا ابني معديك بلفه، يا ابني يا ابني معديك بلفه يا حبيبي. الاول هو انا تامن اول سابع سابع تاني في ايه؟ مفيش استقرار سعادتك. يلا بينا. اجري يا مجدي. يلا. ده فاضل تفاحه.
ماشي ماشي ماشي. يا السلام يا السلام يا زعيم. اهو تعال بقى، تعال على واسع اهو. فقدت سرعتك ليه طيب؟ ليه؟ تعال عشان اضربك، تعال. خليتهم يقربوا مني، حرام عليك حرام عليك. اضربني صاروخ اضربك صاروخ على طول، ده صاروخ. وخد زجاجة كمان. معلش مين اللي بيضرب قنبله ده؟ هي ما جابش الاختصار كويس. انت تاني كويس. التفاح بقى صفر من كتر الضرب. حلو مكان الصندوق الاخضر ده. برميل سلة تفاحة، برميل، شكرا. ايوه تعالى عموري مع درع وكمان. اولولو اولولو منبه، فقد سرعته اصلا. يا سلام ايه المنبهات الكتير دي. تعال يا واد. لا بقى تعال تعال تعال، استحقوها. اول يلا بينا. بيس يلا برضو جماعة. ماشي يا عم، بداية غريبة. نلم التفاح. مين اللي ورايا ده؟ ازاي انا مش التاني؟ اوعى معلش لازم اعمل كده. الله ده كده حظ الحمد لله. ولا رامي عبد الله وامين وزياد. انا شايف غلط. رامي عبد الله. وفي كهربا جايه ليه؟
بسرعة بسرعة. معلش. لا بقى ايه ده؟ حرام حرام اللي بيحصل معايا ده والله. انا جالي درع واحد وضربت 90 كهرباء وفاكر نفسي محظوظ. شكرا عبد الله، خد صندوق تفاح. يا الهي ماشي يا عم. جاله درع هو كمان. اوه انا قريب من عبد الله، والاول والثاني والثالث يعني في مسافه قريبه شويه. خايف اضيع ارمي البتاع ده والله تيجي حاجه. يلا يا سلام. معلش بس مش شايف منك حاجة. كهربا تاني ليه؟ ايوه معلش عبد الله اللي طاير ورايا ده. الحمد لله. ايوه على الاقل تاني. يا ساتر يا رب. ايه ده يا عم؟ كام كهربا؟ وبص الاول قدامي. حرام بس حلو، مركز تاني الحمد لله. حلال حلال انا موافق. يلا بينا. الفرق بيني وبينه كام نقطة؟ 5 نقاط. معلش يا جيمر. لا مين ده؟ مين اللي وصل لي ده؟ بجد؟ ماشي يا عم. استنى جيمر استنى، عايز يضربني بأي حاجة اهو. استنى يا عم. في ايه في ايه؟ الزجاجة كانت فوق بقت تحت، والصندوق كان يمين بقى شمال. و الله عليك يا عبد الله. اوعى الصندوق. درع كويس. زجاجتين عند المروح. يا نهار ابيض. 5 نقاط يعني اياد لو الاول وانا الرابع، وانا الرابع يبقى كده تعادل. يا نهار ابيض ده انا الخامس. استنى استنى جيمر. لازم الاثنين اللي قدام. ايه ده بقيت الرابع؟ لازم اسابق جيمر او الولد الثاني ده. ايه ده زياد اصلا؟ ايه ده؟ انتوا بتلخبطوني زياد واياد و كويس. بعدين يا جيمر مش عايز اضيع درع بدرع بالله عليك. يا نهار ابيض يا ريتني ضيعت. ايه ده هو كمان ضيع الدرع؟ امشي يا عم امشي يا عم. لا استنى يا استنى. حرام. ايوه اتضرب كويس. لا ما تضربونيش انا بقى. استنوا
مش من مصلحتكم تضربون، انا ماليش دعوة. مردوكا كمان، مردوكا كمان يا عم حمدان. لا سرعتي يا فين، انا سبقته صح؟ ايوه ايوه سبقته خلاص كده اهم حاجه. ده بقى السابع يا عيني. كده المركز الاول تربو 51 نقطه، الثاني عموري برافو يا ولد 46 نقطه، اخذ المركز الثاني من اياد. اياد الثالث متعادل مع جيمر 43 نقطه، ثالث ورابع تعادل. خامس امين 37، عبد الله 36، وزياد 35، ياه 37 36 35، والاخير احمد 21. ده كده نظام النقاط الاول، وندخل على نظام النقاط الثاني.